ويتوسعون ويتمددون ويخترقون الساحة المصرية بأعداد كبيرة. هناك قرى بأكملها تشيعت، وشخصيات عامة وخاصة تشيعت، شباب وغير شباب تشيعوا. فدايما كانت مواقف سيدنا علي كانت واضحة ومنورة، يعني يوم الخندق ويوم أحد ويوم بدر كان سيدنا علي مبارزاته دايما واضحة وجلية. كان فين عمر في يوم أحد يوم الخندق؟ فين عمر من عمرو بن ود اللي قاعد يندى عليهم ويقول لهم هل من مبارز هل من مقاتل؟ طيب ازاي ما الناس عمر اللي كانوا بيحكوا لنا عنه ان هو طلع وصرخ في الناس انا مهاجر، من اراد ان تسكنه امه فليخرج. فانت فين من عمرو بن ود؟ طيب يعني صراحة أبو بكر كان دايما مستخبي، يعني واحد ما عرفش معنى صلاة، ما عرفش معنى صيام، ما عرفش معنى قيام، ما عرفش معنى الله جل وعلا إلا معاهم. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. اللهم اجعلنا في مدد وزيادة دائما يا رب العالمين. وأحب أبشركم في فدك التشيع في مصر مثل الماء، عندنا بيقولوا مثل شعبي المية تحت التبن كده، يعني العدد كثير بس مش ظاهر.